المنطقة المحاصرة في أحياء حمص القديمة. قصف عنيف، صواريخ أرض أرض عم يستهدفونا. هاي الأسبوع الثالث بخصفوا حمص للمحاصرة. صواريخ أرض أرض، هاي منازل عزال. لا حول قوة إلا بالله العلي العظيم. دمار هائل. هاي حتى المساجد ما سمت منهم. هاي منطقة المحاصرة أحياء حمص القديمة، هاي حمص القديمة. حتى المساجد ما سمت منهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثمانية وعشرين سبعة 2013، حمص المحاصرة، حمص القديمة، دمار هائل بالمنازل.